السلام عليكم ورحمة الله. احنا الان في منطقة اكتبات، جينا نصور لكم شقة غرفتين صالة. مساحة الشقة 75 متر مربع، الدور الخامس. ندخل نشوف تفاصيل الشقة. عندنا هنا على المدخل على طول دواليب الاحذية اكرمكم الله. ندخل نشوف عندنا هنا الهول. اول ما ندخل على اليمين على طول دورة المياه الاولى اكرمكم الله. نجي هنا على اليسار الصالون، طبعا عندنا المطبخ نظام امريكي مفتوح على الصالون، لها بلكونة خاصة فيها، دواليب المطبخ جاهزة وراكبة. عندنا هنا بلكونة تابعة للصالون، نشوف تفاصيل الشقة. عندنا هنا دورة المياه الرئيسية مع البانيو أكرمكم الله. نجي نشوف الغرفة الأولى، طبعا المساحات جيدة. وعندنا هنا الغرفة الثانية، لها إطلالة جزئية عن البحر. طبعا الشقة داخل مجمع سكني متكامل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.